فوريك عادي؟ فوري عادي. في التفاصيل هلا بيجوا الشباب كمان مغشر، انه بقول انا امهم، هلا بيجي جوزي وابني. من امتى بلش؟ الفرن بلشنا من الستينات. شو كمان؟ من الستينات وبلشنا، كان في عمي ومرت عمي الكبار. راحوا طلعوا ضلوا اولادهم. وهنا مغشر تجوزنا نحن وصاروا ولادنا. الحطب على الحطب لانه طيب، هو الحطب والعجينه كثير طيبه. مش عم بشر فيها، الناس بتقول انه عجينتهم كثير طيبه. شو بيجوا بياكلوا عندكم؟ شو مايزين؟ كل شيء، الجبنه، الزعتر، الفطاير، اللحم بعجين، البيتزا كمان. يلا الجبنة الأكاوية والموزاريلا. ايام موزاريلا ايام اشقاويه حسب اليوم، بتعرف انت هال ايش بيجيبوا لنا. اهلا معكم انت. الله يحميكم. قالوا لي انت البطل هون. طول لي عمرك، كيفكم؟ عظيم. اهلا وسهلا. هذا الفرن عمره 65 سنه. ايام مرحوم بيي وخيي، كنت ولد اجي معهم ونحن عمرناه بايدنا من هون. الحمد لله. بعده تراث قديم. بس شو بدي اقول لك؟ احوال صعبه شوي. الحمد لله عايشين مرتاحين، جوزنا اولادنا، عمرنا لهم، الحمد لله مرتاحين، كتر خير الله. ريحة الحطب بقدر الزيتات شربتهم العجينة ببقوا لبرا، ساعات بتشوفها فيري جوسي انسايد اوت. زعتات حدين طيبين وعجينة نافخة مظبوط وسبونجي مظبوط. نوعين جبنة وهيدي شغلة كتير مهمة. بيجوا الأفران بحطوا نوع واحد اللي هو الأكاوي، ما بيعطيكم ذا هول اكسبيرينس، بدكم أبيض وبدكم أصفر. هيك بليشة يا بلا، محمولة مظبوط، الملوحة مظبوط، العجينة مظبوط، وأهم شغلة ريحة الحطب. يلا اول تقليعه وهيك شويه انرجي ومنقلع. تنورت، الله يطول عمركم يا شباب، الله يحميكم. اهلا وسهلا. مش غير شكل لك، انتم ضحكتكم انت والمدام شيء روعه. ولك انتم جايين عندنا غير شكل لك، روعه يا هلا فيك. صحن لبني ركب، ناخذ شقفه منقوشه بنلفها مثل الخبزه اللبنانيه. لا يا لقمه فيك تاكلها بالخبزه، هاي الخبزه تبع المنقوشه، هاي الخبزه فيك تاكلها وفيك وبتاكل بيها. روعه. ناخذ المنقوشة أول شيء لأنه في عليها الزعترات. نعملها لقمة مع لبنة وزيت زيتون. زيت زيتون وزيت زيتون من عندنا. روعة.